كان لا يخفي على أحد ما لهذا العجز من أثار على العمال وعائلتهم، فلا بد من لفت الانتباه لأثاره غير المباشرة على السلم الاجتماعي والصحة العمومية وحتى على التوازنات الاجتماعية الكبرى ذات العلاقة بتماسك المجتمع الواحد. ويشكل الغش إحدى التهديدات الهامة لنظام الضمان الاجتماعي. ليس للفساد دين ولا ملة، كما ليس للفساد دين ولا ملة، فهو لا يترك مجالا إلا وغزاه حتى ولو كان ما يضره من أرباح محدودا في قيمته، كما هو الحال في مجال الضمان الاجتماعي.